هذا النموذج الجديد من رخصة السياقة سيتم اعتماده ابتداء من غرة مارس القادم، ليتساءل بعض سائقي السيارات على مختلف أصنافها عن الجدوى من ذلك وعن الأشخاص المعنيين به. أنا واحد من الناس باش نبدل البيرمي بتاعي خاطر قريب شهرين أخرين توفى الصلاحية بتاعه. أنا مازالوا عامين هو. مي ماذا بينا البيرمي جديد يحكوا عليه شباب، حبينا نعرفوا الأوراق المطلوبة شنو. مسكي بدلته نو مازلت تحب البساسين أخرين. ما نعرفش اسكو باش نستناو حتى لكل واحد يوفى الصلاحية نتاعو البيرمي ومن بعد يبدلوا وإلا يلزم أوتوماتيكمون يتبدل. المصادر المعنية بالوكالة الفنية للنقل البري أكدت أن رخصة السياقة المسلمة قبل تاريخ غرة مارس القادم تبقى صالحة ما لم تنتهي صلاحيتها. بالنسبة للناس اللي مدة صلاحية رخصة السياقة نتاعهم تنتهي معناتها بارتيد برومير مارس باش يتم تسليمهم للنموذج الجديد ولا ضيع البيرمي نتاعو قولوا نحن دونك باش يعملوا دوبليكاتا كيف كيف الانسان معناتها يتقدم هنا باش يجدد البيرمي نتاعو باش يتم كيف كيف اعتماد الانموذج الجديد. بالنسبه للتجديد رخص سياقه زوج صور نسخه بطاقه تعريف وخلاص مع ليم اللي هي 20 دينار وحينيا يتم طباعه الرخصه ويتسلم بالطبيعة يجيب الرخصة القديمة. بالنسبة للرخص اللي يعني هي ضائعة وإلا مشوهة، الرخص هذه يعني تتم في إطار عملية نظير. دونك يجيب الشاد ضياع زوز صور وعندنا خلاص المعاليم اللي هي بالنسبة للضياع ولا التلف 40 دينار. كما أكد مدير سياقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري جيلاني بن بوجمعة أن الهدف من اعتماد هذا النموذج هو ملائمة رخصة السياقة التونسية مع ما هو معمول به دوليا. والنموذج هذا يعني جاء في إطار يعني مصادقة تونس على اتفاقية فيينا. الاتفاقية هذه تضبط تبادل يعني والاعتراف المتبادل برخص السياقة ما بين يعني البلاد التونسية ومختلف البلدان اللي عندنا معاهم اتفاقيات، وباش هذا شريحة المهمة اللي قاعدة تلوج على فرص عمل إضافية في الخارج، هالشريحة هذه قاعدة تتحصل على رخص سياقة من أصناف الثقيلة وتلوج على فرص شغل ما تلقاش تعطيلات. وأضاف أنه في صورة عدم تجديد رخصة السياقة يتعرض الأشخاص المعنيون إلى مخالفة مالية.